أهلا وسهلا مجددا مشاهدينا. وفي الفقرة الطبية نناقش متى نلجأ لزراعة الأسنان. فقدان الأسنان من المشاكل الخطيرة التي تواجهنا، حيث يترتب على خلع الأسنان وفقدانها قصور في وظيفة الفم وعدم قدرته على أداء مهامه من تقطيع الطعام. وعملية زراعة الأسنان جاءت كحل لجميع مشاكل الأسنان وعوضا عن ما تم فقدانه. فقد الأسنان من الممكن أن ينتج عنه مشاكل خطيرة تؤثر على الجسم ككل، من قصور في عملية الهضم والإخراج والسمنة، روائح الفم الكريهة، أمراض المعدة وغيرها. تماما أكيد. فمشاهدينا الكرام، اليوم سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع، لذلك سعدنا أن نرحب معنا في الاستديو بالدكتور كمال الناجي، ماجستير في جراحة وأمراض اللثة وزراعة الأسنان. أهلا فيك دكتور. أهلا بكم، صباح الخير. يا مرحبا. بداية نجاوب على التساؤل اللي وضعته، فمن البداية متى نلجأ لزراعة الأسنان؟ بنلجأ لزراعة الأسنان في حالتين. الحالة الأولى اللي هي يكون الأسنان مفقودة أصلا، يعني أنت عندك الأسنان مخلوعة أصلا فبدنا نعوض مكانها، أو في عنا سن أو ضرس صعب معالجته، ما بنقدر نعمل له معالجات تحفظية أو علاج عصب، فبكون مقاله للخلع، فبالتالي بدنا نضطر أنه نزرع مكانه، ويفضل نزرع مكانه مباشرة ما ننتظر، ممكن ننتظر شهرين إلى ثلاثة بعد الخلع أو نزرع دايركت. فهي بحالتين، مفقود سن أو عندي السن قايل للخلع. إذا كانت السن مكسورة مثلا أو معمول لها سحب عصب، تميلوا أنكم تحافظوا على السن؟ طبعا إحنا يعني آخر إشي بنلجأ له الخلع، دائما بنحاول نحافظ على السن. أما إذا كان بنسميه poor prognosis، في التهاب شديد، السن ما بنقدر أنه نرممه، فبالتالي بدنا نضطر أنه نخلعه، والوسيلة الأفضل بعد الخلع هي الزراعة. في بدائل لزراعة الأسنان؟ بدائل لزراعة الأسنان؟ بدائل بدل ما تزرع مثلا. هلا في احنا عندنا بالتركيبات او في التعويضات السنيه ثلاث انواع، يا اما بنعمل جزئيه متحركه اللي هي الطائم متحرك سواء كان جزئي او كامل، او عندنا اللي هي عمليه الجسور اللي هو البريدج، نعمل طبعا راح نضطر انه نحف سن قبل وبعد حتى نعمل جسر ونعوض السن المفقود، او زراعه الاسنان. فهي الثلاث الوسائل هي صحيحة، بس الأفضل هم هي زراعة الأسنان. نعم. تخلص من مرة بتكون زراعة السن وترجع. يس. لأنه هذيك إلها مشاكلها، هلأ بنتحدث في كل واحدة شو الديس أدفانتج تبعتها العلاجات. نعم. نيجي لصلب الموضوع، كيف تتم زراعة الأسنان؟ هلأ زراعة الأسنان يعني عملية بسيطة جدا، نعتبرها ماينر سيرجري، يعني ما بتاخذ اكثر من الزرعه الواحده من 7 إلى 10 دقائق. ممكن انها تنعمل بطريقه جراحيه بسيطه، فتح للثه وحفر داخل العظم والزراعه طبعا تحت البنج الموضعي، وهي يعني بسيطه. الناس ماخذين فكره انه هي عمليه معقده، هي عمليه بسيطه جدا. وممكن انه نعملها بالليزر او بنعمل شيء بنسميه بانش، بنفتح اللثه وبنزرع من غير ما نعمل لا خياطة ولا فتح ولا جرح ولا نزف ولا أي شيء. طبعا هاي إلها يعني لازم نكون مخدين صور أشعة ثلاثية الأبعاد، نعرف كيف وضعية العظم، يعني إلها بروتوكول معين نمشي عليه بحيث أنه نقدر إحنا نشتغل ونحفر بطريقة صح. بالليزر حتكون أقل ألماً وأسرع؟ هلأ يعني هي بدناش نحكي فقط هي بالليزر، هي العملية إحنا بدنا عنا ثلاث طبقتين اللي هي اللثة والعظم. هلأ أنا لازم أوصل للعظم عشان أحط الزرعة، فكيف بوصل للعظم؟ يا اما بفتحها بالمشرط فتحه صغيره وبفتح بكشف على العظم وبحفر وبزرع، او انه بعمل ثقب او ازاله لهي اللثه عن طريق الليزر بجهاز او بالليزر، بنفتح عليها بتكشف العظم، نعمل العمليه وما بنضطر بهاي الحاله لانه نعمل لا خياطه وما راح يكون في نزف. وعشان النزيف يعني يمكن الليزر يعني انا مثلا في مرضى مثلا ممكن انه اذا باخذ مميعات وارفرين، عنده مشاكل صحيه، ممكن عنده مناعته قليلة، بدناش نفتح الجرح ونعرضه لإنفكشنز وشغلات زي هيك، ممكن أن نعمل من غير جراحة بس ضمن بروتوكول معين مش هبهزرد يعني. طيب بشكل عام نتكلم عن مميزات زراعة الأسنان. هلأ زراعة الأسنان مميزاتها كثيرة. أول إشي أنت لما تزرع أو تكون فاقد أسنان، وخاصة إذا بمنطقة أمامية، أنت بتفقد الثقة بالنفس، فهي سلف استيم أكيد راح تحصل أنت ثقة بالنفس. الشغلة الثانية بدنا نحكي من ناحية جمالية برضو يعني. الشغلة الثالثة من ناحية وظيفية اللي هي أنت إذا ما كان عندك طواحين كيف راح تمضغ؟ يعني عملية المضغ ما راح تصير صح، بالتالي راح تعمل عندك مشاكل في عسر الهضم، مشاكل في القولون والأمعاء. فقدان الأسنان وعدم تعويضها بخلينا نفقد العظم تبع الفك، لأنه أنت طول ما الجدر راح تبع السن وما حطيت مكانه زرعة، أنت العظم بيفقد ما
من سماكته ومن طوله، فبصير في عندك ذوبان بالعظم بالطول وبالعرض، ممكن حتى الاسنان بتتقرب من بعضها اللي هي وبرضه في عندي اذا كان باوندد بين اسنان من هون من هون راح يصير في الاسنان ميلان بنسميها درفتنج، راح يصير مكان السن المفقود الفوق ما له مقابل راح يصير ينزل بنسميها سوبر ربشر. فهي مشاكلها كبيره من ناحيه وظيفيه، من ناحيه للاسنان، من ناحيه صحيه، من ناحيه جماليه، من ناحيه الثقه بالنفس. نعم. طب دكتور هي يعني بتدوم مدى الحياه السنه المزروعه؟ هلا يعني خلينا نحكي العمر الافتراضي للزرع حسب الدراسات هي من 7 إلى 15 سنه. هذا لا يعني انه بعد ال 15 خربت الزرعه. هلا يعني اذا كانت انزرعت بطريقه صح، عندي كميه عظم سليمه، الوضع الصحي للمريض كويس، يعني ممكن يجيكي انت مريض وضعه الصحي كويس بس بعد سنتين صار معاه سكر وتدهورت حالته، راح يصير عنده مشاكل بالفم، هاي ممكن راح تاثر على الزرعه، يعني المشكله مش بالزرعه بقدر ما هي الصحه الفمويه تبعته، مدخن هيفي سموكر، بطل ينظف ويفرش اسنانه. بس هي اذا نجحت الزرعه احنا بتخدم فوق العشر سنوات وممكن كمان 20 و25 سنة. وبعد ما يعني هلا بعديها بدنا نشوف شو مشكلتها، اذا كان مثلا صار فيها حركه ذوبان حواليها زي السن له عمر افتراضي، ممكن السن بعد 10 سنين 15 سنه تفقدي يكون في ذوبان بالعظم، التهابات في اللثه. هلا هي كمشاكل الزرعه ما فيها زي الاسنان تسوس، هي ممكن يكون في صار ذوبان في العظم، هي تكون داخل العظم، فإذا ظلت محافظة داخل العظم محاطة من جميع الجهات، التركيبة صح، ما في تحشير للأكل، الزرعة راح تخدم يعني فترة كثير طويلة. جميل. طيب هل بتوصلوا مرات إلى حالات لا يفضل فيها زراعة الأسنان؟ هلأ بدنا نحكي يعني احنا بنحكيها في شيء اسمه كونترا انديكيشن، يعني لا ما بنقدر انه نزرع الاسنان، في شيء اسمه ابسوليوت كونترا انديكيشن يعني مستحيل انه لهذا البني ادم تزرع، وفي شيء بنسميه ريلاتيف كونترا انديكيشن. هلا الابسوليوت اللي مستحيل تقدر تزرع له مريض عنده هشاشه ادفانس، يعني هشاشه عظام وخاصه اللي باخذوا بالسيسفونات اللي هم ابر هشاشه العظام. في ناس بيكون باخذين راديو ثيرابي للكانسرز، فبصير شيء بنسميه اذا عملنا زراعه بصير شيء بنسميه اوستيو راديو نيكروسيس، هذا ما بنقدر. واحد عنده سكري ان كنترول، يعني كان عنده السكري عالي جدا، التراكم عالي جدا وان كنترول غير مسيطر عليه، هذا مستحيل نقدر نزرع له. عندك الهيفي هيفي سموكر مثلا، هذول يفضل انه ناجلهم. اللي عندهم لوكيميا، مشاكل لا سمح الله سرطانيه او بتعالج كيموثيرابي في الوقت الحالي، هذا ما بنقدر نزرع له. اللي عاملين مثلا صار عنده ريسنت مايوكارد انفارشن اللي هي جلطه قلبيه لها 6 شهور إلى سنة، هذا برضه هذا ما بنقدر نزرع له. اللي عنده صمامات، يعني في بعض المشاكل هيموفيليا، مشاكل في الدم، هذا بنسميه ابسوليوت. في ناس ممكن انه ناخرها زي البريجننت، وحده حامل، هاي ريلاتيف كونتر انديكيشن هلا، بس بعد ما خلص تولد بتقدر انها تزرع. اللي عندهم هشاشه بسيطه، اللي عنده مثلا سكري بس كنترولد، المدخن لايت مثلا سموكر، هذول يعني بنعتبرهم مشاكل مثلا بالكلى تكون خفيفه بسيطه او بالكبد، هذول بنسميهم ريلاتيف، قبل ما يعدل ويصير في عنده كنترول بنقدر انه نزرع له. طب هل هناك ايضا يعني ما يكونش عندهم اي مشكله من هذه المشاكل اللي ذكرتها، ولكن يعني مع ذلك تم زراعه السن وفشلت؟ تمام. هلا يعني احنا الزرعه اللي بنحطها الكل بيعرف هي التيتانيوم، فهي بايو كومباتبل، يعني الجسم ما بيرفضها، ما في شيء اسمه زرعه طلعت من عندك رفضها الجسم، هاي يعني مش شيء يعني مش مقوله علميه بصراحه. الزرعه راح تنحط، إذا ما ثبتت بيكون في عندي إحدى المشاكل، ممكن أنا العظم اللي عندي غير كافي، يعني في عندي هشاشة في هاي المنطقة في العظم ما مسكت الزرعة، أو حطيناها بعد سنة مثلا طلعت ما تحملت اللود. ممكن أنه صار عندي التهاب أو في عندي لوكال باثولوجي بهاي المنطقة خلى الزرعة أنها تطلع، أو انحطت بطريقة غلط، ما اندعمت بعظم من كل الجهات. أما إشي اسمه رفضها الجسم مش موجودة. وزراعة الأسنان إذا انشغلت على بروتوكول صحيح 100% نسبة نجاحها عالميا من 95 إلى 97%، فهي عملية ناجحة جدا وفشلها قليل إذا انشغلت صح، نسبة النجاح جدا عالية بتكون. نعم. طيب دكتور يعني عدم المؤاخذة، لما تختار طبيبك اللي حيعمل لك عملية زراعة الأسنان، في معايير معينة، أجهزة معينة لازم تكون متوفرة عندنا مثلا عشان اختار هذا الطبيب؟ هلأ بالنسبة لأي طبيب أسنان بامكانه انه يشتغل زراعه الاسنان. هلا هي زراعه الاسنان بحد ذاته ليس تخصص
انتيتي يعني زي مثلا نحكي تقويم الاسنان او علاجات العصب، هي بتندرج برا تحت تخصصين اللي هي اكثر شيء امراض وجراحه اللثه، يكون تخصصه بيريودونتست او جراح وجه وفكين، هذول هم المخولين انه يشتغلوا زراعه الاسنان، بس هذا لا يمنع انه الطبيب العام الممارس يشتغل زراعه الاسنان. وانا بعرف ناس شخصيا اصدقائي لي اطباء اسنان عامين ومزاولين لزراعه الاسنان من فتره، عندهم القدره انه يزرع وامكانياته اعلى من الاخصائي. فاللي بده يشتغل زراعه بده يكون متمرس، مش ماخذ مثلا دوره وله شغال فيها، لا بده يكون متمرس وماخذ دورات متقدمه واشياء ادفانس كثير، او يكون اخصائي لثه وبرضه متمرس في الزراعه، او اخصائي جراحه وجه وفكين. ما بدي اميل انا احكي لك انه لازم اخصائي لثه او جراحه وجه وفكين، لا، ممكن الطبيب الممارس العام اذا كان عنده خبره عاليه انه يقوم بزراعه الاسنان. وبالنسبه للاجهزه، هي الزراعة عبارة عن بدك تحطها بجهاز زي اللي بنحفر فيه بالأسنان، وبيكون عندك الأغراض تبعت الزرعات. هلا أنا اللي مستحيل في الوقت الحالي إني أشتغل زراعة من غير ما آخذ أشعة، اللي هي الصورة الثلاثية الأبعاد. ثلاثية الأبعاد لازم، أنا يعني عندي في العيادة لازم بيفور وآفتر 3D، حتى لو كانت سينجل إمبلانت زرعة واحدة لازم أخذ له إياها قبل عملية الزراعة. ليه؟ لانه انت عندك بتشتغل هون، في عندك النيزل فلور اللي هو الانف، بدك تعرف انت كم بدك تحفر عشان ما تضرب بالانف، عندك هون الجيوب الانفيه الساينسز الماكسيلو ساينس، عندك هون القناه العصبيه اللي بتعطي الاعصاب للفك، عندك بالعظم انت ما بيجي العظم هيك، العظم مرات بيجي زي حرف اس، في مناطق بنسميها اندر كات. اذا انت ماشي ستريت حسب ما بتشوف من اللثه وانت مش فاتح او مش ماخذ صوره، ممكن تتعمل بيرفوريشن وتخزق العظم وتنزل على الفلور اوف ذا ماوث، يعني الها ممكن تفتح جوا الجيوب الانفيه. فهي شو ما كنت انت زارع او عامل لك 500 او 1000 او 2000 زرعه، لازم تمشي على بروتوكول تاخذ صوره اشعه، بحيث ان انا لو ما بدي اعمل جراحه يعني مانديتوري انك تاخذ 3 دايمنشن حتى تعرف سماكه العظم وكيف تعمل دريلينج. ومرات احنا بناخذ صوره 3 دي وبناخذ برضه بنعمل شيء بنسميه سيرجيكال جايد، زي جهاز في فتحات بيوجهك بالحاسوب كيف تزرع وكيف الاتجاه، بحيث انك تحط الزرعه بالسنتر. نعم، هاي تقنيات حديثه الان مؤخرا. طبعا هاي انا بطلت اعتبرها، انا صرت اعتبرها يمكن اساسيه مش شيء لكجري، هي لا اساسيه يعني. نعم. طيب بعد ما تتزرع السن، هل على طول يقدر ياكل ويستعملها ولا يحتاج فتره معينه؟ هلا زراعه الاسنان طول عمرها هي بنحط الزرعة داخل العظم، ننتظر عليها من شهرين إلى 3 شهور، مرات 6 شهور، مرات 5 شهور، مرات بنضطر لما نزرع نعمل زراعة عظم فبدنا ننتظر مدة أكثر، ممكن نعمل زراعة لثة. فهي بس خلينا نحكي الأفرج تبعها من شهرين إلى 3 شهور. بعد الثلاث شهور أو الشهرين، إيش يصير خلال هالفترة؟ هلأ إحنا بنحط القاعدة اللي هي الزرعة، نغرسها داخل العظم، نستنى عليها ونسكر، بتخليها يصير إيش بنسميه أوستو إنتجريشن، اللي هو تعود العظم الزرعة عليها. والزرعه والعظم بده يصير وان بيس، هذول التنتين بس يصير انتجريشن كامله خلال شهرين 3 شهور. يعني برضو انا عندي جهاز بنسميه الايس كيو، بنقيس يعني انا بعد شهرين بيجيني المريض بفتح الزرعه بحط شغله اداه، وعندي جهاز بيقيس كم ثباتيه الزرعه داخل العظم. ممكن هذا الشخص بهاي المنطقه العظم ضعيف، طول ليبني العظم، اعطتني مثلا الايس كيو مثلا تحت 70 50 55، بحكي للمريض خلينا نستنى اكثر لانه لازم تمسك الزرعه احسن، خلينا نوصلها ل 70 75 للريكومنديشن هاي. بنفتح عليها بعديها بنمشي بموضوع اللي هو عمليه التركيب وبناخذ المقاسات. هلا في طريقه، ممكن يجيك واحد عنده سن امامي ممكن انه نزرع له مباشره ونركب، بس برضه ضمن بروتوكول معين، لازم لما احط الزرعه عندي كميه عظم منيحه وتنزل الزرعه بنسميها على تورك عالي اللي تكون ثابته، واحطها واعمل التركيبه بطريقه معينه واطباق معين حتى اقدر اعمل بنسميه immediate loading. نعم. برضو بتحتاج الجهاز اللي بتقيس فيه متى قوه العظم وكذا. ممكن يحصل كسر في العظم، عظم الفك مثلا اثناء عمليه الزراعه؟ وارد، يعني احتماليه كثير بسيطه، بس كل شيء وارد يعني. ممكن انت تخلع ضرس العقل تكسر الانجل اوف ذا مانتبل، تكسر الفك من هون. طيب اذا هذه واحده من عوامل الخطوره اللي ممكن تحصل اثناء زراعه الاسنان. طبعا ايش في غيرها يعني؟ ممكن خلينا نحكي من الاشياء السمبل، ممكن يصير عندك انت انفكشن، التهاب. يعني انا بالنسبه لي بعطي المريض قبل ما نبلش في الزراعه انتيبايوتيك، از ا بروفيلاكتيك انتيبايوتيك بنسميها. لازم تكون عندي كل شيء ستيريل،
معقم، المريض وضعه الصحي داخل الفموي نظيف، يعني ما يكون عنده في التهابات باللثه، تكلسات، تضخمات باللثه، لانه هاي بكتيريا راح تؤدي الى فشل الزراعه. الادوات تكون ستيرل 100%، المنطقه كلها تكون معقمه، الشغل يكون كله دقيق ومعقم حتى تزيد من احتماليه ما يصير في عندك انت انفكشن. الشيء الثاني ممكن يصير عندك لو كان عنده مشاكل صحيه، مثلا واحد عنده سكري، ممكن يصير عنده هبوط بالسكر، ارتفاع بالسكر، فهي اشياء خلينا نعتبرها ممكن انها تصير اثناء العمليه، ممكن ناس يصير عندهم شويه نزف، فانت كطبيب لازم تعرف تتعامل مع هاي الكومبليكيشنز اللي بتصير، بس هي بشكل عام هي امنه جدا. نعم، بس بتحط انت توقعات احتياطا، وكل لازم انت يكون يحصل عندك كل شيء، ممكن ينزل عنده الضغط بدك تعطيه مغذي، ممكن ينزل عنده السكري، ممكن يرتفع عنده السكري، ممكن يصير عنده فازوفاجل اتاك يدوخ من الخوف. ممكن يصير في عنده نزف، تضرب شريان، وريد، شغل عملة، يعني أثناء الشغل تعرف how to deal with complication، فتحت معك الجيوب، تعرف كيف أنت، يعني لازم يكون الطبيب متمرس وعنده كل الأشياء حتى يقدر لو صار عنده أي مضاعفات متجهز لأسوأ الحالات. طبعا لازم، نعم، يعني ما نخافش عموما من طبيب الأسنان، لا ما تخاف بدك، لا يعني أنت ما بتشتغل، يعني عفوا ما بتشتغل مع موديل، أنت ما بتشتغل مع human beings، مع بني آدم، ممكن أي شيء يصير معه. أوكي. نصيحة أخيرة حاب تقدمها للي مقدم على زراعة أسنان؟ يعني أنا بنصح أي إنسان عنده سن أو أسنان مفقودة أنه يبادر بزراعتها مباشرة، لأنه إحنا بعد ما نفقد السن بنخسر من الكثافة العظمية، كل شهر بمر علينا إحنا عم نخسر، وهي طبعا يعني تبعاتها سيئة للمريض، وممكن تدخلنا بأدفانس كيسز. اللي عنده سن تعبان وبرضه قايل للخلاء يخلعه بسرعة ويركب ويزرع مكانه، دائما بحكي انه للمرضى ما يدور وراء السعر ولا وراء خلينا نحكي السوشيال ميديا، انت اختار الطبيب المناسب اللي عنده خبرة في زراعة الأسنان، انا بحكي بشكل عام، ما تطلع دائما هذا سعره هيك، هذا سريع بخلص لي بسرعة، يكون اجهزته الطبيب كويسة، يسأل عنه، يعني يبادر، يعني يسأل قبل ما يروح عند أي مكان ويتأكد أنه عنده أجهزة كويسة معقمة، الطبيب عنده آفتر سيرفيس، مش المهم أني أنا أزرع لك وتروح، ممكن يصير عندك مضاعفات بعد 6 شهور سنة سنتين، لازم أنا أعطيك هاي الخدمة وأعطيك أولوية طبعا. نعم، بس نعم. يعطيك ألف عافية الدكتور مشاهد الكرام كمال أناجي، ماجستير في جراحة وأمراض اللثة وزراعة الأسنان، شكرا جزيلا لك دكتور. العفو، أهلا وسهلا، شكرا لكم على الاستضافة.